بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على الرحب والسعة دائما يسرنا أن نتواصل بحضراتكم، كما يسر هذا الميدان أن يحتضن كل هذه الأعداد التي انطلقت في تنافس جديد في شوطنا الحادي عشر. ودائما نتواصل مع أصحاب المقدمة، مع أصحاب الامتياز، مع من يتواجدون في المنطقة الماسية الخماسية. هكذا نسير إلى المقدمة ونتواصل مع من يحتل المركز الأول. بديع، هذا بديع، سعيد بن علي بن حفار المري هو من ينطلق ويندفع في المركز الأول. الدور على المركز الثاني، الزعيم، الزعيم دائما في المقدمة، الزعيم يدور على الزعامة، والزعامة الآن مع الزعيم، حافظ على هذه الزعامة يا الزعيم. عبد الهادي بن حبيش النابت راعي الشقب اللي قدم قبل قليل في منافسة الشوط التاسع أو العاشر. عموما نتواصل مع المركز الثاني، بديع سعيد بن علي بن حفار المري، وفي المركز الثالث سراب لسيد سعيد بن عبد اللطيف المسند، وفي المركز الرابع موفق لصالح بن محمد بن بجاد النابت المري، وفي المركز الخامس أرى شعار بن فاتوح اللي هو مستحيل لمحمد بن سالم بن فاتوح المري. الله، ها هي النتيجة إذا. ولكن قبل أن ننهي هذا النداء، هناك اسم غير وانتقل إلى المركز الخامس، واسمه عاده صغير للسيد حمد بن محمد الزعبي. عاده صغير يربونه يا أخوي، خلاص يا أخوي ربنا نجيب المنافسة. عاده صغير في المركز الرابع، ولكن يا عاده صغير هناك الكبير الزعيم على المقدمة، الزعيم على المركز الأول، الزعيم بن حبيشة، بن حبيشة ولكن بديع، بديع على المركز الثاني، ووصل شعار غانم بن منصور لسيف الخيارين مع السيف، السيف على المركز الثالث، وفي المركز الرابع مستحيل، يا هي اسماء بديع والزعيم والسيف ومستحيل. الله الله الله، بديع على المركز الأول سعيد بن علي بن حفار المري، المركز الثاني السيف غانم بن منصور السيف الخيارين، ولكن الإبداع ما زال مع بديع، بديع بديع هو بديع. الله الله يا بن حفار، بن حفار إذا ينتزع المركز الأول في هذه اللحظات، ولكن هنا الخطورة، هنا الخوف مع شايبان خالد بن سعيد بن يحيى، وصل مع شايبان، ولكن بديع يصر على أن يكون هو صاحب الناموس في هذا الشوط. تهانينا لسعيد بن علي بن حفار المري على فوز بديع بالمركز الأول. مركز الثاني شايبان لخالد بن سعيد بن يحيى، والمركز الثالث كان من نصيب جراف لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، والمركز الرابع عامر بن عبيد المري واسمه شاهين. مشاهدينا الكرام، إذا حفلنا الكريم، نتمنى إن شاء الله أن تكون الصورة قد وصلت بالنسبة للمراكز الخمسة الأولى، ولكن تبقى الصورة الباقية في الأذهان هي صورة بديع عندما انتزع ناموس هذا الشوط، وبالتالي كان هو أول الواصلين إلى خط النهاية، وكان خط الوصول مرحبا بهذا القدوم لبديع الذي نال شرف الناموس واستحق ذلك الشرف عن جدارة وعن استحقاق. التوقيت الزمني لمسافة الكيلو متر، ولبديع قطع المسافة أعزائي المشاهدين في 3 دقائق 9 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا إذا لسعيد بن علي بن حفار المري. أما المركز الثاني فكان من نصيب شايبان لخالد بن سعيد بن يحيى، فقطع المسافة في 3 دقائق و9 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا إذا إلى مالك شايبان خالد بن سعيد بن يحيى، بينما المركز الثالث كان الجراف فقطع المسافة في 3 دقائق